تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. معكم اليوم محمد هشام، محلل أسواق المال بمجموعة إيكوتي. هقدم النهاردة محاضرة بعنوان كيف تتداول نموذج الفراشة، واحد من نماذج الهارمونيك، واللي بدأنا نتكلم عنهم خلال المحاضرات السابقة وخلال الأسبوع ده، وكمان أسبوعين كمان هنتكلم على نماذج الهارمونيك، كل نموذج فيه محاضرة منفصلة. والنهاردة هنتعرف على نموذج جديد من نماذج الهارمونيك، هو نموذج الفراشة أو الباترفلاي، ونتعرف من خلال المحاضرة شروط تكون النموذج واستراتيجية التداول على النموذج عشان نقدر نحقق الربح المطلوب مننا وإحنا بنتداول في سوق العملات الأجنبية. أول حاجة هنبتدي بيها النهاردة تعريف نموذج الفراشة، أو ناخد فكرة سريعة عن إيه هو الباترفلاي باترن. هو نموذج هارمونيك انعكاسي، وغالبا بيتم استخدامه لتحديد نهاية حركة اتجاهية وبداية حركة تصحيحية أو حركة اتجاهية جديدة. وفي الأغلب ممكن تشوف أو نشوف النموذج دوت في نهاية الموجة الخامسة من موجات إليوت، للناس اللي هي بتتريد بإليوت ممكن تلاقي إن النموذج ده بيتكرر في الموجة الخامسة من الموجات بتاعت إليوت. وبيتكون النموذج من 4 أضلاع، وبياخد حرف الحرف M في الاتجاه الهابط، أو حرف W في الاتجاه الصاعد. وأحيانا بيتم تقديره بشكل خطأ إن هو ممكن يعتبر كنموذج قمة مزدوجة أو نموذج قاع مزدوج، لكن الفرق إن القاع المزدوج أو القمة المزدوجة لازم يجوا بعد حركة اتجاهية عشان تحقق أفضل نتائج. وكمان عندنا أو القمة التانية اللي هي السي بتبقى أقل من القمة الأولى اللي هي الـ A عشان يبقى النموذج صحيح أو ينفع يتداول عليه. ودايما بيبدأ النموذج بالنقطة X زيه زي بقية نماذج الهارمونيك، والأضلاع الأربعة بتكون نموذج زي ما احنا شايفين في الرسم اللي قدامنا، اكس واي او ضلع اكس اي والضلع اي بي والضلع بي سي والضلع الاخير سي دي. ده بشكل سريع تعريف لنموذج الفراشة، نعرف شكله ايه زيه زي بقية النماذج اللي اتعرفنا عليها في المحاضرات السابقة، وما بيختلفش كتير غير في حاجات هنتعرف عليها دلوقتي. ايه هي شروط تحقق نموذج الفراشة؟ زي ما احنا شايفين في الرسم قدامنا هنوضح دلوقتي. لازم يكون زي ما قلنا كل نموذج هارمونيك له نسب فيبوناتشي اللي بتحدد اضلاعه وبتميزه عن بقية النماذج التانية عشان تقدر تحدده على الرسم البياني، وتقدر تشوف نموذج ده نموذج فراشة، هل ده نموذج جارتلي، هل ده نموذج سايفر، هل ده نموذج A B C D. فالنسب بتاعت فيبوناتشي مهمة عشان تقدر تحدد لنا النموذج اللي هنتريد عليه ايه هو، وبالتالي نحط الاستراتيجية بتاعتنا بتاعت التداول على النموذج المعين اللي احنا حددناه. فزي ما قلنا قبل كده في النماذج التانية، ان الضلع الاولاني اللي هو الاكس اي هو ده الحركة الأولية أو الحركة الأولى للنموذج، ممكن تكون أي حركة على الرسم البياني ومفيش قواعد محددة للحركة دي، ممكن تكون أي حركة سواء صعبة أو هابطة على الرسم أو الشارت بتاع العملة اللي احنا هنتريد عليها أو أيا كان الأداة المالية اللي احنا بنتريد عليها. بعد ما الـ XA بيتكون بيبتدي يرتد السعر انعكاسا من النقطة A عشان يكون لي عند النقطة B ضلع جديد هو الـ AB، ولازم تكون النقطة B تساوي تصحيح فيبوناتشي أو مستوى تصحيح فيبوناتشي 78.6 من الضلع XA. يعني النقطة B لازم تكون 78.6 في تصحيح فيبوناتشي من X.
عشان يكون لي الضلع بي سي، ولازم النقطة سي تساوي أو تبقى عند مستوى امتداد فيبوناتشي، أو عفوا مستوى تصحيح فيبوناتشي ما بين 38 و2 من عشرة و88 و6 من عشرة. بعد ما يوصل السعر للنقطة سي هيبتدي يكون لي الضلع الأخير من النموذج، وهو أيضا ضلع ما يقلش أهمية عشان ده اللي هيحدد لي نقطة دخول الصفقة، ولازم تكون النقطة دي أو الضلع سي دي عند مستوى امتداد فيبوناتشي ما بين 127% و161.8 من عشرة في المية، ولازم حركة النموذج ككل من الضلع إيه للنقطة دي أو النقطة إيه للنقطة دي لازم تكون ما بين مستويات فيبوناتشي عفوا 127 ل 161، والضلع السي دي لو النقطة دي لازم تكون 161.8 من عشرة أو 261.8 من عشرة من الضلع بي سي. فنعيد تاني الحتة أو الجزئية دي، قلنا الضلع اكس ايه بيتكون بيكون أي حركة على النموذج على الشارت، وبيجي من النقطة ايه يبتدي ينعكس مرة أولانية عشان يكون لي الضلع ايه بي، في نهاية النقطة بي بيكون تصحيح فيبوناتشي 78.6 من عشرة، يبتدي يتكون لي الضلع بي سي، ولازم بتكون ما بين 38 و2 من عشرة و88 و6 من عشرة مستويات تصحيح فيبوناتشي، ويبتدي يتكون لي الضلع الأخير سي دي، والنقطة دي لازم تكون ما بين مستويات امتداد فيبوناتشي 161.8 من عشرة و261.8 من عشرة، وحركة النموذج ككل من النقطة A للنقطة دي بتكون ما بين 127% في مستويات امتداد فيبوناتشي إلى ما بين 127 وإلى 161.8 من عشرة. وبيجي تأكيد اكتمال النموذج من تكون النقطة دي لما السعر يبتدي أو يبدأ يدي إشارات انعكاس عند النقطة ديت أو النقطة دي، يديني إشارة انعكاس من المستوى عند النقطة دي، وممكن نبدأ ندخل الصفقة من المستوى ده سواء كانت في النموذج الصعودي أو النموذج الهبوطي. ده شرحنا على النموذج البوليش أو الصاعد. نفس الكلام هيبقى على النموذج البيريش أو الهابط أو البيعي، وقلنا الضلع اكس اي بيكون اي حركة على الشارت يبتدي السعر ينعكس من عند النقطة A عشان يوصل للنقطة B اللي بتكون 78.6 من عشرة تصحيح فيبوناتشي من الضلع XA، يبتدي ينعكس السعر مرة تانية من النقطة B للنقطة C اللي بتكون تصحيح فيبوناتشي 38.2 من عشرة إلى 88.6 من عشرة، وأخيرا بيتكون الضلع الأخير من النموذج CD وبيكون عند 161.8 من عشرة إلى 261.8 من عشرة مستويات امتداد فيبوناتشي، وحركة النموذج ككل من الضلع AD بتكون امتداد فيبوناتشي 127 إلى 161.8 من عشرة. كده عرفنا شروط تكون أو اكتمال نموذج الفراشة. أول ما يكتمل النموذج بقى إيه مطلوب مني؟ مطلوب مني الاستراتيجية اللي أنا هتداول بيها على النموذج. زي ما قلنا في النماذج الثانية إن الثلاث عوامل الرئيسية، العامل الأساسي الأول أو النقطة الأساسية نقطة الدخول، أمر وقف الخسارة وأمر جني الأرباح. نقطة الدخول أكيد هندخل صفقة شراء أو بيع لما السعر يوصل عند النقطة دي وتبدأ تظهر إشارات انعكاس السعر لما توصل عند مستويات فيبوناتشي 161.8 من عشرة إلى 261.8 من عشرة. أمر وقف الخسارة بيكون في حالة تداول النموذج الصعودي بنحط أمر وقف الخسارة أسفل النقطة دي مباشرةً، أما في النموذج الهبوطي فبنحط أمر وقف الخسارة أعلى النقطة دي مباشرة، ونتأكد من إننا حطينا أمر وقف الخسارة بتاعنا على بعد مسافة معقولة من النقطة دي، يعني ما جيش عند
مقاومة أو دعم، وأروح حاطط أمر وقف القصارى بتاعتي عنده. احتمال قوي كبير بعد لو مستوى الدعم أو المقاومة قريب من النقطة دي، ممكن السعر يعمل له تيست أو إعادة اختبار قبل ما يكمل أو ينعكس السعر مرة تانية، عشان يبتدي يكون لي أو يوصل لي أو يروح لأهداف النموذج اللي هنقولها كمان شوية. بعد ما دخلنا الصفقة وحطينا أمر وقف الخسارة بتاعنا، لازم نحط أمر جاني الأرباح، وفي كذا طريقة ممكن تحدد بيها وقت خروجك من الصفقة. وواحدة من الطرق دي إنك تحط أمر جاني الأرباح الرئيسي عند مستوى امتداد فيبوناتشي 161.8 من الضلع سي دي. مستوى امتداد فيبوناتشي 161.8 من الضلع سي دي، ده بيكون التارجت الرئيسي بتاعي للنموذج. كمان ممكن نحط اهداف فرعيه في الطريق للهدف الرئيسي عند النقط، زي ما هو واضح بالخطوط ديت عند النقطه بي والنقطه سي والنقطه ايه، وبنراقب حركه السعر عند المستويات دي ونشوف هيتعامل معاها ازاي، عشان نقدر نحدد اذا كنا هنكمل في الصفقه ولا نخرج منها. ومع تجاوز السعر دي النقطة ايه، بترتفع احتمالات انه يوصل لي الهدف الرئيسي بتاعي عند 161.8 من الضلع سي دي. عشان كده لازم نراقب الصفقة بتاعتنا بعد ما ندخلها، عشان نشوف اي اشارات او اي ادوات من ادوات السلوك السعري، عشان اتحدد لي هل اكمل في الصفقة ولا اخرج منها واكتفي بالربح اللي انا حققته. تعالوا دلوقتي ناخد مثالين لنموذج الفراشة، نموذج بوليش ونموذج بيريش على الشارت. ده قدامنا نموذج او عفوا زوج الاسترليني دولار، وقدامنا نموذج بيريش باترفلاي. هنلاقي الضلع اكس ايه زي ما احنا شايفين حركة هابطة على الشارت، كون لي الضلع اكس ايه وابتدى السعر ينعكس عشان يكون لي الضلع اي بي، وجات النقطة بي عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 78.6 كده. قلت في احتمال ان نموذج باتر فلاي يتكون على الشارت على الاسترليني دولار، وابتدى يتكون لي الضلع بي سي اللي وصل ل 50%، واحنا قلنا بيتكون ما بين 38 و8 او 2 من 10 الى 88.6 في الجزئيه المسافه دي. وابتدى السعر يرتد عشان يكون لي الضلع الاخير سي دي اللي وصل عند 161.8 من الضلع بي سي، ويتأسفل 127% من إجمالي أو التحرك الإجمالي للنموذج من الضلع من أو النقطة A إلى النقطة D. ببتدي أدخل الصفقة بتاعتي مع أول شمعة هابطة أو تاني شمعة هابطة. مثلا لو دخلنا في تاني شمعة هابطة هنخش هنا، نحط الستوب بتاعنا فوق 127% حوالي 104 نقطة، هدف الرئيس بتاعنا 594 نقطة، وممكن احط اهداف بتاعت الفرعيه عند نقطه بي 139 نقطه، نقطه سي 350 نقطه، النقطه اي 550، واخيرا 594. ونلاحظ كمان لو سبت جزء من الصفقه مفتوح بيكمل معايا عشان يحقق لي ربح يتجاوز، يعني في الصفقه دي تجاوز الربح حوالي وصل لحوالي 2000 نقطه من تكون اكتمال نموذج الفراشة البيعي أو البيرش باترفلاي.
فهي مهم جدا ان احنا نعرف نسب فيبوناتشي عشان نقدر نحدد النموذج ونقدر نستخدمه بشكل صحيح ونستخدمه ونستغله ونحقق اعلى نقاط للربح زي ما احنا شايفين قدامنا كده، ان انا ممكن استخدم النموذج يحقق لي الهدف بتاعي وكمان ممكن يحقق لي اهداف اكتر من اللي انا كنت حاططها او محددها. فضروري جدا ان انت تكون حافظ او عارف نسب فيبوناتشي بتاعت كل نموذج عشان تبقى عارف النقطة اللي هيحصل عندها الانعكاس عشان تقدر تدخل الصفقة في الوقت المناسب او الوقت الصحيح، عشان تقدر تحط الستوب لوز بتاعك في المكان المظبوط وتقدر تحدد او تحط النقاط جني الارباح بتاعتك وتحصدها كلها او جميعها وتحقق ربح ممتاز جدا بنسبة ربح الى عائد اللي دايما بقولها في نسبة في نماذج الهارمونيك، نسبة العائد المخاطرة بتاعتها تبقى ممتازة جدا. المثال الثاني على بولش باترفلاي، قدامنا زوج الاسترلينيين على الديلي، ضلع اكس اي زي ما قلنا حركة صاعدة على الشورت، انعكست من النقطة A لحد ما وصلت النقطة B وكمان الضلع A B عند 78.6 من عشرة من XA، انعكس السعر مرة تانية من النقطة B للنقطة C اللي وصلت ل 78.6 من عشرة من الضلع AB زي ما قلنا 38 إلى 88.6 من عشرة، فجت في النقطة أو مسافة ما بين المستويين دول ارتد السعر مرة تانية من النقطة C للنقطة D اللي وصلت عند 161.8 من عشرة من الضلع بي سي، وكذلك 127% امتداد فيبوناتشي من الحركة اكس اي، وادخل الصفقة بتاعتي في الشمعة الممتازة جدا ديت واحط التارجت بتاعتي. التارجت الرئيسي عندنا هيوصل لحوالي 1413 نقطة، وممكن احط الاهداف الفرعيه عند النقطه B 286 والنقطه C 772 نقطه والنقطه A 940 نقطه او 30 نقطه، ونلاقي ان النموذج كمل صعود ووصل لكل التارجتس واحده واحده لحد ما حقق لي النموذج التارجت الرئيسي بتاع النموذج بدون اي انعكاس. يعني صفقة زي دي ممكن تكتفي بها خلال شهر واحد، يعني مثلا تحقق كل التارجتس بتاعتك هنا زي ما قلنا لو حطيت 4 تارجت هنا حوالي من هنا عفوا 260 نقطة و700 نقطة حوالي 900 نقطة و900 وادي كمان 900 1800 1800 و1400 2000 وشوية 2000 نقطة، يعني لو نقطة بدولار 2000 دولار في الشهر، يعني يبقى ربح معقول وربح جيد جدا من نموذج واحد في من نماذج الهارمونيك. تعالوا نلخص اللي احنا شرحناه طول المحاضرة، ومحاضرة طبعا تعتبر سريعة إلى حد ما لأن كل الكلام ده بنعيده ونكرره في كل نموذج، وبتختلف النسب بتاعت فيبوناتشي من نموذج لتاني، عشان كده زي بكرر وبقول لازم نحفظ أو نعرف النقاط بتاعت فيبوناتشي المحددة بتاعت نماذج الهارمونيك. فقلنا إن نموذج الفراشة نموذج انعكاسي قد يأتي في نهاية الاتجاه، عرفنا شروط تكون النموذج عند النقطة XA أو الضلع XA ما بيكونش له شروط محددة، الضلع AB بيكون 78.6 من عشرة من الضلع XA، الضلع BC بيكون ما بين 38.2 من عشرة و38.2 من عشرة إلى 88.6 من عشرة من الضلع AB، الضلع CD الضلع الأخير بيكون ما بين مستويات امتداد فيبوناتشي 161.8 من عشرة إلى 261.8 من عشرة من الضلع طلع بي سي، واخيرا المسافه ما بين النقطه A للنقطه دي لازم تكون ما بين مستويات امتداد فيبوناتشي 127% الى 161.8 من عشرة في المية من الضلع اكس اي، ولازم نحط في بالنا
ان احنا بنتعامل مع احتمالات في السوق ده ومش تأكيدات او حاجة اكيدة. عشان كده لازم نستخدم واحنا حاطين التارجتس بتاعتنا، لازم نتابع ونشوف ونستخدم ادوات السلوك السعري وايه اللي السوق بيقوله لنا عشان نقدر نتصرف وفقا لهذه المعطيات، وبالتالي هل نكمل في الصفقة ولا نخرج منها ونكتفي بما حقق او نكتفي بالنقاط اللي احنا حققناها لحد دلوقتي، بحيث ان في اشارة انعكاس ظهرت لنا، هل نحرك الستوب بعد ما حققنا جزء كبير من الارباح وهكذا. ضروري جدا نكون متابعين الصفقة بتاعتنا، وضروري جدا نشوف أدوات السلوك السعري، هل في دعم، هل في مقاومة، هل في مثلث، هل في نموذج سعري تاني، هل في أي شيء يدل على أي انعكاس قريب بنتصرف على أساسه. وبعد كده عرفنا استراتيجية التداول بتاعتنا اللي بتنصب على 3 أسس، وهم أمر صفقة الدخول أو نقطة الدخول بتاعتنا، وأمر وقف الخسارة، وأمر جني الأرباح اللي حددناه عند 161.8 امتداد في بوناتشي من الضلع سي دي، وبنحط أهداف في طريقنا من عند النقطة بي للنقطة سي للنقطة ايه وهكذا، وبنتابع ونشوف هل السعر لما بيرتد مرة تانية عند النقط دي بي بيتعامل معاها ازاي عشان اقدر احدد ان كنت اكمل في الصفقة ولا لا. اخيرا وليس اخرا، هل في اي سؤال او اي استفسار؟ لو في أي سؤال يا ريت توضحوه. تمام، إن شاء الله في نهاية محاضرات النماذج الهارمونيك، ان شاء الله في نهايه محاضرات النماذج الهارمونيك هيكون في زي ملخص كده لكل النماذج والنسب بتاعتها عشان نقدر تبقى قدامنا واحنا بنتريد عشان ما ننساهاش، عشان مهمه جدا ان احنا نعرف نسب فيبوناتشي بتاعه كل نموذج عشان نقدر نحدد امتى ندخل الصفقه وامتى تبقى في موجوده فين نقطه الانعكاس بتاعتنا. ومفيش طريقة معينة يا أستاذ محمد عشان تستخدم زمن التحقق، أنت بتستنى إن السعر يوصل للنقطة دي عند المستويات بتاعتنا المحددة، وبعد ما بيوصل دي بتستنى إشارة انعكاس شمعة صاعدة مثلا في النموذج السعودي، أو شمعة هابطة في النموذج الهبوطي، أو تستنى شمعة تانية هابطة أو شمعة تانية صاعدة وتدخل الصفقة بتاعتك وبتحدد التارجت بتاعتك. حققت التارجت الأولاني بتاعك، ممكن تحرك الستوب بتاعك لنقطة الدخول. وصل للتارجت التاني، تخش تحرك نقطة الأمر الستوب بتاعك للهدف الأولاني، وهكذا لحد ما تحقق ناموسك أو تحقق التارجت الرئيسي بتاعك. هل مثلا، وبرضه ممكن تكون أول ما يوصل للتارجت بتاعك ممكن تسيب جزء من الصفقة مفتوح بعد ما تكون أمنت صفقتك وتسيبها بقى زي ما هي، أبعد نقطة ممكن تجيبها الصفقة. كل الفيديوهات بتنزل أول بأول على قناة اليوتيوب. لا، هتلاقي إن شاء الله في بعد كل محاضرة إن شاء الله بتلاقي الفيديو بتاع كل محاضرة، حتى لو بصيت في المحاضرات على الموقع هتلاقي كل محاضرة في المحاضرات السابقة، هتلاقي كل محاضرة موجود فيها الفيديو بتاعها. ممكن تقولي بس اسم المحاضرة ايه؟
في اي استفسار او اي مشكلة او اي حاجة محتاجة إعادة شرح مرة تانية، تمام، بشكركم، وان شاء الله كل المحاضرات هتلاقوها بإذن الله موجودة على قناة اليوتيوب، واللي مش موجود ان شاء الله تبعنا هتلاقوه موجود، بينزل كلهم ان شاء الله هيبقوا موجودين على القناة. بشكركم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.